شباب، يعطيكم العافية. معكم جاك سرياني من ميوزك جير. اليوم بالفيديو رح نحكي عن شيء مهم كتير وكتير الشباب طلبوه، هو كيف نوصل ميدي على الكمبيوتر، لابتوب، بي سي، ما بيفرق، تحت نركب ايقاع، اما نستعمل اصوات من الـ A1000 MG Edition. اول شغلة، هذا الكمبيوتر قدامنا. اول شيء بده يكون معنا الكابل راديو اس بي، منشكه بالكمبيوتر، نرجع منشك تاني كابل بال PA1000، نرجع منروح على موقع ميوزك جير www.musicgear.be، نرجع منروح على داونلود، ننزل منروح على الدرايفرز، نلاقي عنا درايفر USB MIDI، نقص تحميل داونلود، اوكي بينزل عنا، اوكي من بعد من الاوبن، اوكي راح داونلود درايفر تولز، نقول له يس، هيك نحن بالطريقه بكون نزلنا درايفر تبع USB. اوكي نرجع نقول له نيكست، فينش، هيك يكون نزل. رح نعمل له ريستارت للبي سي اكيد مفضل. نرجع نروح على الكيبورد، الكيبورد اكيد بدنا نفوت على الميدي. اول شغله نعملها نعمل لوكال كنترول، يعني ما يطلع صوت الميدي تبع الكيبورد، بدنا يكون يطلع صوت الميدي اللي عم بيروح على الكمبيوتر ويرجع لهون، كنا نحن نسمع من الميدي تبع اللي عم يلعب على الكمبيوتر. اوكي لكن نجيب اللوكال كنترول ونرجع نروح عن الميدي ان للشانل، هون معمولين ده سيكونسر، نحن هولي رح نسفرهم كلهم، من عدا هولي الشانل 9 هي بيز، شانل 10 هي درامز، 11 هي بيركشن، 12 هي accompaniment 1 2 3 4 5. هاي بكون عنا نحنا 8 شانل. اوكي على الميدي اوت الابر 1 نخليه ابر 2 نطفي 3 واللور نطفي بهذا الشكل، لكن هوني ميدي اوت نكون خلصنا موضوع الميدي بالنسبة للأورك. هلا بالنسبة لموضوع الكمبيوتر، من بعد ما يرجع يقلع اوكي بنفتح كيوبيز. انا نزلت كيوبيز 5، انا عندي 10 وعندي 5، بس عم نزل بحيالوت. رح نلاحظ هون انه هون فتح الكورك بي اس بي درايفر، تعرف عليه، شاف كورك بي اي 1000، نقول له انستول، نقول له يس، نقول له اوكي. بدنا نضطر بس نرجع نقلع الكيوبيز، بدنا ننتبه شباب، بنقلع الاورك بيقلع الاورك مزبوط، نرجع نكبس على الكيوبيز، اما هي البروجرام دي. اوكي نفتح نيو بروجكت اكيد،
فهمتي؟ اوكي، بننقل المطرح ما بدنا، نرجع نروح لهون، نفتح ميديا. رح نفتح، نحن عنا 8 شانل، 8 تراك يعني. لاحظ انه صار عنا لاحظ انه صار عنا كورج بي اي 1000. اوكي، نقبس عليها، وهون كمان ننقي بي اي 1000. ليه عم ننقي اثنيناتهم الان والاوت؟ لانه رح نستعمل الميدي كنترولر، رح يكون كمان هو ذاته، والاصوات رح يكونوا من بي اي 1000. هلا هون نحن علينا نرقمهم. نحن رقمنا 9 هو بيز، 10 درامز، بيركشن 11. تنعتبر رح نبلش بالدرامز اول شيء ونسميها درامز. ثاني تشانل رح نسميه بيركشن مثل المحطوط بالاورج، ورح نجي لهون كمان على ثاني تشانل نحط الميدي تبع الكيبورد اللي بدنا اياه، والساوند مو عم يطلع، وننقي تشانل بيركشن 11. يرجع عنا هون رح نسميه بيز. فيكم تعملوا تمبليت يعني، هاي فيكم تسيفوها تما كل مرة تعملوها. شانل 9 كمان 4 لكن نحن لا غلط، انا هون ال1 هو رح يكون 12، 2 هو رح يكون 13، 3 14، هذا 4 رح نعمله 15، رقم التشانل يعني 16. هلا اذا بدكم هاد التمبليت فينا حتى اعملكم اياها داونلود وتكون عندكم، بس بعتقد شرحتها يعني اكثر من هيك شرح ما بعتقد فيه. اوكي، لكن صار عنا اذا بنلاحظ درامز نقينا بي 1000 بي 1000 على الميدي ان ميدي اوت، نقينا تشانل 10 للدرامز، تشانل 11 للبركشن، بيز 9 الاكومبانيمنت 1 12 13 14 15 16. هلا اللي بيصير نحن هون بدنا نسجل ميدي درامز. هلا نحن اذا بنروح على الكيبورد، بنروح على الكيبورد بننقي الصوت. اوكي، بدنا ننقي الصوت، نعمل ميوت للأبر 2 أبر 3، وننقي أول صوت. اوكي، هذا الصوت إذا فينا ننقيه يكون من البيانو عادي. اوكي، أهم شيء يكون عاملين يعني مثل ما عملت منيو تراك كنترول ساوند، نعمل ريسيت للأصوات تكون في السيتينجز مغير عليه. اوكي، نحن من بعضنا اينا هوني خلصنا الميدي، نرجع على الكيبورد. هون اللي علينا نعمله اكيد ننقي ايقاع نحن نكون عاملينه،
اللي هو هذا مثلا، ناقيين فيه الدرامز والطبلة والبيز. اوكي، كل شيء نحن من هونيك من البي سي رح ينلقى هون. يعني انا اذا جيت على الكمبيوتر نقيت البركاشن اللي انا نقيتها هون، ساني كيت. اوكي، نلاحظ انه عم بيطلع الميدي. اللي بنجي لهون نحن بنحط هون بنجرب. اوكي، فينا نعدل عليها ونعمل اللي بدنا اياه فيها. نعمل لك كوانتايز. اوكي، هيك صار عنا نقدر نتحكم، نقدر نسجل بيز اكومبانيمون ونعمل اللي بدنا اياه، والميدي موجود وكل شيء موجود. يعني ما بعتقد في اي مشكله بقصه الميدي اللي هنا عم بيحكوا عنها الشباب. فينا ننقي حتى حيلا صوت بدنا اياه موجود على الكيبورد، نستعمله كسولو ونرجع نكبه على الاورج. اكيد في طريقه برجع بشرحها بفيديو تاني ان الله راد. ميرسي لكم، ان شاء الله يكون فتكون عم فيدكم بالفيديوهات اللي عم نعملها بميوزك جير، ونشوفكم بفيديو جديد على راسي.